ازيكم؟ النهاردة عندنا محاضرة سريعة جدا كده، هنرسم فيها التظليل. والتظليل عشان بني ادم عشان يعرف يرسم بورتري كويس لازم يبدأ بالتظليل كويس. والله يا جماعة انا بالنسبة لي اللي حابب الموضوع مش ما بيهمهوش اي قلم يشتغل بيه، يقدر يطلع منه درجات كويسة، يقدر يطلع منه تظليل كويس. التظليل بيكون من غامق اللي فاتح، ما ينفعش طبعا من عكس. ثانيا ممكن بالقلم الرصاص اللي هو دوا، طبعا لو متمكن هتمسك القلم السنون، مش متمكن صعب جدا انك تمسك السنون خالص دلوقتي. ابدأ مثلا سي بقلم 6 بي، ابريه كويس، نعمه كده، يعني مثلا سي قلم زي ده كده، مثلا سي 6 بي، هتنعمه الاول كده جامد زي ما انتم شايفين بالمنظر ده لحد ما ينعم معاكم. تمام، هتيجي تعمل ايه عشان نرسم كرة زي دي؟ هنعمل ايه؟ يا رب تكون باينة. مش مهم لو هي ما وضحتش معاكم، هنا هيكون الاضاءة. تمام، من هنا كده، انا بحب امسك القلم كده بصراحة من هنا. من تقيل جدا، اتقل حاجة عندكم في القلم تجيبوها من تقيل جدا لحد ما توصل لمركز الاضاءة. هتكون بالشكل ده، والله يا جماعة هو الموضوع سهل جدا فوق ما تتخيلوا، بس هي محتاجة ايد تكون مرنة وفي نفس الوقت القلم يتمسك كده. والله يا جماعة القلم بيكون مايل، ده بيكون كده ودي بيكون مركز الإضاءة زي ما انتوا شايفين. في ناس يعني بعض الناس، انا عن نفسي كمية ما بيحبش ان انا اشتغل باللي هما بيعملوا كالاتي. مثلا على سبيل المثال، طبعا ده ما تنعيم القلم، لان القلم لو ما اتبراش صعب جدا ان هو يقدر يطلع تظليل كويس، لان الخطوط هتكون باينه هنا فصعب ان هي تتمسح. لازم القلم يكون مايل زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. مثلا هيعمل كوره مثلا، يعمل كده ويروح ماسح حواليها. انتوا واخدين بالكم؟ انا ما بحبش الطريقة دي لانها مش بتساعدك خالص ان انت تقدر تتمكن، تقدر تعمل مثلث كويس، تقدر تعمل دايرة كويس، تقدر تعمل مكعب كويس. الطريقة دي مش كويسة. عايز تظلل صح، تمسك القلم بالمنظر ده ايا كان القلم، عشان المبتدئين ما ينفعش يمسكوا سنون. هيمسك القلم ويفضل ينعمه كده. اللي انا محتاجة منكم وتعملوه بعد الفيديو ده، ان انتوا هتجيبوا ورقة زي دي كده خارجية بيضة، هتعملوا مربع كده اهو زي ما انتوا شايفين. هتطلعولي من قلم واحد، من قلم ده، القلم ده بس، هتطلعولي 8 درجات. ازاي؟ القلم يقدر يطلع 8 درجات. هتجيبوا اتقل ما عندكم، هتبقى بالمنظر ده. انا عايزه الدرجه دي البدايه بتاعتها. فيديو مختصر وان شاء الله يكون يعجبكم. شكرا لكم.